دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، منبر الثقافة والعلم والأدب والدين، وحلقة جديدة من برنامج هذا ديننا، ولقاء أعتقد أنه هو الأروع بوجود العلامة فضيلة الدكتور سيد عبد العاطي، عضو لجنة الفتوى بهيئة علماء ألمانيا، وإمام وخطيب مسجد السنة بمدينة زورسباخ بألمانيا، أحد يعني القلائل اللي دايما بنحب ونعتز بوجوده على شاشة الصحة والجمال، عشان يطوف بينا النهاردة في موضوع هو الأروع هو الأفضل، موضوع التماس الأعذار من شيم الأبرار. وأكيد كلنا بنحتاج إن احنا نتكلم في موضوع إزاي نلتمس الأعذار لبعض، وخصوصا هذه الأيام والتوتر زاد والارتباك زاد بينا. فخلونا نشوف النهارده هذه الحلقه مع هذا العالم الجليل. دكتور سيد، اهلا وسهلا بيك ونورت مصر. بارك الله فيكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، ثم اما بعد، فحيا الله الدكتور طارق درويش الاعلام المتالق والاخ الخلوق الذي احبه في الله. حيا الله تعالى قناه الصحه والجمال اداره وعاملين، حيا الله تعالى المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة الطيبة، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. والأول طمنا، فيه لينا حبايب في ألمانيا بتفرجوا على اللقاء ولا لا؟ معظم مدن ألمانيا تتابع هذا اللقاء. الله أكبر. الحمد يعني احنا على الهواء في ألمانيا الآن. نعم الحمد لله. أنا أعتقد إن الجو الوقت بتاع ألمانيا مناسب لينا دلوقتي تقريبا. نعم نفس الوقت تقريبا يعني. غير كده كمان دول المغرب العربي كذلك يتابعون. المغرب والجزائر وتونس وليبيا. طلبة نعم، طلبة العلم. نعم. ومحبينك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. اللهم ومصر كلها منورة. الله يرضى عليك. وجود عالمنا الجليل فضيلة الدكتور سيد عبد العاطي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. موضوعنا النهاردة الحقيقة موضوع يعني، وإحنا اخترناه يعني من ضمن مجموعة مواضيع وحضرتك قلت هو الأنسب الآن. نعم. لما نمر به من ظروف، والموضوع التماس الأعذار. قبل ما نتوغل في هذه المحاور الكثيرة، عايز بس أفهم من حضرتك الأول مفهوم التماس الأعذار. أحسنت السؤال حبيبي الغالي الدكتور طارق. إيه معنى التماس الأعذار؟ التماس في لغة العرب بمعنى إيجاد أو طلب، فأنا عندما ألتمس الشيء أطلبه وأحاول إيجاده. العذر هو الحجة التي يأتي بها من أساء أو أخطأ من أجل أن يرفع الحرج عن النفس، أو بعبارة موجزة قال العلماء هو تحرير الإنسان ما يمحي به الذنوب، إما عن طريق الإنكار أو عن طريق ذكر السبب الملجئ للفعل الخاطئ، أو عن طريق الندم والتوبة من هذا الفعل، فيسمى التوبة النصوح. يعني فعل قبيح أو قول فيه خطأ. وردني عن أخي طارق، يقول لي طارق أنا ما فعلت، خلاص انتهت، أنكر الفعل والقول، وده اسمه التبين. أو يقول فعلت ولكن لسبب كذا وكذا وكذا، والسبب يبين أنه معذور فألتمس له العذر. أو يقول لي ندمت على الفعل وتبت إلى الله، فلابد أن أعفو وأن أصفح. لابد أن أعفو وأن أصفح. طب ده يعني من كلام البشر، أنا أرجو أن حضرتك، هل القرآن الكريم نعم تحدث أو هناك مواضيع تخص موضوع أن نلتمس الأعذار لبعض آيات القرآن الكريم؟ أحسنت السؤال. القرآن كله يدعون إلى التماس الأعذار.
نقرأ العمدة في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله، إله كريم عدل أخذ علينا الميثاق قبل أن يخلق أبداننا في عالم الروح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ورغم هذا الميثاق والعهد لا يؤاخذنا الرب بهذا الميثاق ولا يعتبره حجة علينا، بل لابد أن يظهر من أعمالنا وأقوالنا وفعالنا ما تقام به علينا الحجة. فلابد من إنزال الكتب وإرسال الرسل حتى تقام الحجة وتتضح المحجة. الله أكبر، الله أكبر. أيضا في مشهد عجيب يا دكتور طارق، كلنا يقرأه أو يسمعه، لكن القليل من يتدبر هذه المعاني الإيمانية. في حادث الإفك خاض بعض الأصحاب في الطاهرة المبرأة من فوق السبع الطباق أمنا عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك، وكان من بين من خاض وأخطأ في هذا الباب صحابي اللي اسمه مصطح ابن أثاثة. كان من فقراء المهاجرين، وكان قريبا للصديق، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما وقع في هذا الخطأ، والصحابة بشر يصيبون ويخطئون لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، لكن الميزة عندهم أنهم لا يقروا على الخطأ، ينزل القرآن فيقوم ويصوب، وكذلك النبي. هذا الصحابي الجليل كان فقيرا وكان قريبا للصديق، وكان الصديق ينفق عليه. فلما وقع فيما وقع أقسم الصديق ألا تصل منه نافعة لهذا الصحابي، ما عادش ينفق عليه، خلاص انتهى القضية. فينزل القرآن يربي قلوب أولياء الرحمن، فيقول الله تعالى في آية عجيبة في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله، الله أكبر. الله. تخيل دكتور طارق هذا المشهد ومدى الألم الذي وصل للصديق بسبب هذا القريب الذي طعن في العرض. ألام ومشاعر عجيبة، ويأتي القرآن فيستل تلك الآلام ويربي تلك النفوس. لذلك يقول الصديق: بلى والله يا رب أحب أن يغفر الله لي. ثم أقسم أن يعود بالنفقة إلى مصطح ولا يمنعها عنه أبدا. الله أكبر. التماس الأعذار، أخطأ وهو بشر والخطأ وارد، إذا لابد أن نعفو ونصفح ولا نمنع خيرا عمن أساء. وهي دي قضية التماس الأعذار في القرآن العظيم. القرآن كله آيات عجيبة جدا. ألا تحبون؟ أيوة. يعني اللفظة دي كده دكتور سيد، بس أحسن. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ودي قاعدة مهمة يا دكتور. الله. النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالقرآن يخاطب الصديق ويخاطب أهل الإيمان. عندما تقع أنت في الخطأ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فكذلك من وقع في الخطأ معك عليك أن تغفر له. الله. فكما تحب أن تعامل يجب أن تعامل. نعم. وهذا منهج إيماني رباني. الله. الله. نعم. نعم. أكيد القرآن يعني مليء بهذه الآيات، ولكن أعتقد أن احنا من المهم أن احنا نشوف برضو رأي السنة في التماس الأعذار، وأكيد سيدنا النبي يعني وضح لنا أهمية أن نلتمس لبعض الأعذار. أحسن، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هو خير من طبق القرآن. صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يرى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فلينظر إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي، قالت جملة عجيبة كلنا يحفظها. قالت: كان خلق نبي الله القرآن. بمعنى إذا رأيت الأمر في القرآن فانظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجده مطبقا، إذا ورد النهي في القرآن فانظر إلى حال النبي محمد تجده قد اجتنب، إذا ورد الخبر تجده قد صدق. القرآن يتحرك بين العباد. الله. لذلك القرآن جاء بالتماس الأعذار. فأصل النبي لهذا الجانب. نذكر مثلا قصة كعب بن مالك الصحابي الجليل الذي تخلف
عن النبي عليه الصلاة والتسليم في غزوة تبوك في جيش العسرة وليس له عذر. ذكر النبي في الطريق كعب بن مالك، والحديث في البخاري قال: ما فعل كعب؟ انظر إلى الجمال، يسأل عنهم يتبين ما فعل كعب. فقام رجل يقول: يا رسول الله، شغله النظر في عطفه وبرداه، يعني انشغل بالملابس ويهندم نفسه. معاذ بن جبل بجوار النبي قال: بئس القول ما قلت، الله، ما علمنا عنه إلا الخير. الله، هذه هي. انظر إلى جمال السنة. النبي ما اتهم وهو المؤيد بالوحي ليعلم الأمة التماس الأعذار، ما فعل كعب؟ أخبرونا، إلا عنده علم يخبرنا قبل أن نتهم، ما فعل؟ وهذه قضية مهمة. كان يقدم الاستفهام دائما قبل الاتهام. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. السؤال والاستفسار قبل اللوم والعتاب. لماذا؟ قد يكون الظاهر الشر أو السوء، لكن حقيقة الأمر عين الصواب وعين الخير. من ذلك انظر إلى منهج القرآن في سورة الكهف. الخضر نبي كريم، موسى بن عمران من أولي العزم من الرسل. العكس. موسى بن عمران يقف خطيبا في بني إسرائيل، يعظ موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. قام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. لماذا قال لا؟ لأنه ما اعتقد موسى أن يكون هناك من هو أعلم بعلم النبوة من موسى بن عمران. صحيح، هو من أولي العزم. فرب الله أنبياءه. دي قضية ترجع فيها لله. الله أكبر. طيب، في عبد من عبادي آتيناه علما ورحمة، مين العبد ده؟ إنه الخضر. فموسى يعلو ويعلو ليعلم الأمة التواضع، يبدأ يتحمل مشقة السفر ليتعلم. الشاهد إن الخضر في رحلة العلم مع موسى كان في مواقف ظاهرها الشر. سفينة لمساكين أكرموا الخضر وموسى، يقوم الخضر بتحطيم بعضها، الظاهر إيش؟ شر. شر. أنكر موسى ومحق في الإنكار. طب ليه المعلم عاتب؟ لأن موسى خالف الشرط. إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. مش أنكر عليه الإنكار، لا، إنه خالف الشرط، انتظر حتى أبين. وهي دي القضية بتاعتنا. طيب، اعتذر موسى، قتل غلاما، دي أشد بقى. فأنكر موسى. فبدأ المعلم يذكر بالشرط. اعتذر موسى وطلب الفراق إن بدر منه مخالفة للشرط مرة ثالثة. وبالفعل قرية بخيلة طلبوا الطعام فأبوا، في جدار بينهدم، قوم نبنيه. الله أكبر، يعني الجماعة البخلة نكرمهم والكرمة نحطنهم سفينتهم، ده أمر جلل. قال: هذا فراق بيني وبينك. الظاهر في الصور دي في شر. طب لما بين الخضر قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. الجماعة دول طيبين وفقراء لا يملكون مصدر للرزق إلا هذا المركب. في مالك ظالم في الطريق هياخد المركب منهم، نحطم الجزء عشان يمر بسلام ويبقى للمساكين. يبقى خير ولا شر؟ يبقى في الباطن خير. الغلام ده هيطلع كافرا. أراد ربك أن يقتل صغيرا، وربنا يمن على أبويه بغلام طيب مؤمن يقودهم للجنة. يبقى خير ولا شر؟ خير. طب الجماعة البخلة دول بقى، الجدار ده لطفلين يتيمين، بس الأب كان صالحا وصلاح الآباء يعود بالخير على الأبناء. الله أكبر. الجدار ده تحت منه كنز، مالهم الميراث. لو اتهدموا وهم صغار يأخذه البخلاء ويضيح حق الأتقياء. أراد ربك أن احنا نبني الجدار حتى يشب الولدان فيتمكن من الحفاظ على المال. وهي دي القضية دكتور طارق. يسأل ويستفسر قبل أن يعاتب أو يقوم باللوم. ودي قاعدة قرآنية نبوية. فهنا النبي يقول: ما فعل كعب؟ أيضا في نفس الغزوة دي أبو ذر الغفاري صحابي جليل،
كان يتبع النبي الأمين، الدبة بتاعته كانت ضعيفة جدا، مريضة هزيلة، ما قويت على السير، تركها وتابع الجيش ماشيا على قدميه. الله، رحلة شاقة جدا جد. طبعا لا شك يتخلف عن الجيش. نعم. ففي بالفعل سألوا عنه، اللي يقول تخلف، واللي يقول فر، واللي يقول كذا، واللي يقول أبدا إنه صادق اللهجة. وفجأة يرون شبحا قادما من بعيد، انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال كن أبا ذر. الله، الله أكبر. فكان الله. نعم. فقال ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. الله، خد النشان، خد نعم. الختم. نعم، الله أكبر. التماس الأعذار، نعم، قبل أن تتهم، قبل أن تعاتب، اسأل، تبين. اسمح لي، وأعتقد أنه بعض السادة الأفاضل نعم. محتاجين يتواصلوا معنا، فتقريبا معنا اتصال. مرحب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعله في هذه الجنة في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. آمين آمين. عايز أسأل الشيخ عزت الله عليك أن يدعيني أن يهدي بناتي وأن يرزقني الذرية الصالحة ولدا صالحا يا رب العالمين، وأن يشفي لي زوجي وأن يشفيني يا رب، وأن يكون محمي على الخير. الدعاء موصول من الشيخ لحضرتك، حاضر. بالله عليك انا الحمد لله انا بذكر ربنا كثير وبصلي، بس يعني ايه الذكر اللي اكثر ان ربنا يرزقني ذريه صالحه ولد صالح؟ ما هو الذكر الافضل او الانسب كي يعني تدعو الله بها ان يرزقها بالولد الصالح؟ احسنت. طيب، بدلا من طلب الرزق اطلبي بصيغه الهبه، لان يخطئ الكثيرون في طلب الذريه بصفه الرزق. لو تقرا القران بتدبر في مقام الذريه دايما الهبه، هب لي هب لي. فأقول لأختي الفاضلة بارك الله فيك، سلي ربك بهذه المسألة، اللهم هب لي ذرية طيبة، هب لي ذرية طيبة. مع كثرة الاستغفار، مع المصارعة في الخيرات، مع الإكثار من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأبشري بخير. الله أكبر. وأدعو لك أن يشفي الله زوجك شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأن يشرح صدرك، وأن يذهب همك وغمك، وأن يبدلك فرجا وفرحا. آمين آمين يا رب العالمين. أرجع تاني لالتماس الأعذار، وكن أبا ذر. نعم. فكان أبا ذر. نعم. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني هذه الشهادة. نعم. التي نعتز بها جميعا يعني. ليست هذه فحسب. نعم. بل قال عليه الصلاة وأزكى التسليم يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، يموت وحده، يبعث يوم القيامة وحده، أو كما قال النبي محمد، شوف، يأتي قاطعا مسافة وحده نصرة للدين، يموت وحده. وقد كان عندما مات أبو ذر في منطقة اسمها الربذة بعيدة عن المدينة، زوجته ماذا تصنع وهي وحيدة فريدة؟ وضعت جثمانه على طريق المارة. الله. يقيد الله له من؟ عبد الله بن مسعود. نعم. في ركب من أصحابه قادما، فرأى الجثمان على الطريق فكشف عنه فوجده أبا ذر فبكى. الله. وقال صدق رسول الله. نعم. يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده. نعم. يموت وحده. نعم. يبعث يوم القيامة وحده. الله أكبر. يغسله، يكفنه، يصلي عليه، يدفنه. الله أكبر. كرامة كرامة. نعم. اسمح لي وإحنا بنستكمل كرامة ودعاء سيدنا النبي لسيدنا أبا ذر ناخد اتصال. نعم. لأن مرحبا. الحبايب كثروا النهارده. مرحبا. معنا اتصال. ألو. أهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم عليك السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أسأل بس عم الشيخ على حاجة. ألو. طب وطي التلفزيون على الآخر وكلمينا بس من التليفون عشان نكمل معك. طيب سيدي حضرتك سامعني؟ اتفضلي اسألي اسألي، احنا سامعين. لو سمحت انا كان معايا مشكلة مع جوزي من 3 شهور وحلف عليا اليمين، حضرتك سامعني؟ ايوه. حلف عليا بالصلاة ومش مصابنا بقال 3 شهور، وقعدت سلسلة الرحم بينه وبين ولادي، ومعايا بنتي الصغيرة رايحة سنة أولى إعدادي، دي على طول تعيط عليه، فبتيجي تكلمه فبيشتمها وبيلبس وشها السك.
وهي نفسيتها تعبانه، فلو حضرت الشيخ بس يقول له كلمتين ان حرام يقطع صله الرحم بينه وبين ولاد، حتى لو انا سابني خلاص بس ولاد، وربنا هيحاسبه وعقابه عند ربنا هيبقى كبير، ولا هو فاهم ايه؟ طيب حاضر حاضر. هي يعني ترجو من فضيلتك نعم. ان توجه رساله الى هذا الزوج نعم. اللي اعتقد انه طيب نعم. ان شاء الله وشهم يعني نحسبه نعم. حتى يعني يعاود اولاده ولا يتركهم نعم. خصوصا انه عنده بنت في اولى اعدادي كثيره البكاء عليه يعني. احسنت. طيب حتى نزيل شبهه عن بعض الاخوه ايضا، في فارق بين الفتوى وبين الحكم. يقول لك الشيخ الانجلي اتصل على الهواء ولم يتثبت من الزوج مثلا هل يفعل او لا يفعل. نقول لأحبابنا ربنا بارك فيكم، من باب التماس الأعذار هناك فارق بين الفتوى وبين الأحكام. الفتوى أن يأتيني السائل فأفتيه على قوله، وليس من شأني أن أجمع الأطراف، إنما عندما أحكم بين الطرفين لابد أن أسمع من جميع الأطراف. فنحن الآن في معرض الفتوى، ودي عندما جاءت هند رضي الله عنها تقول للنبي إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. دي اسمها نعم. فتوى نعم. ما قالش طب نتأكد هل أبو سفيان شحيح أم لا. لأن دي فتوى. فالآن نفتي الأخت، إذا كان ما تقول أن الأب في نفور مع أبنائه بعد أن فارق أمهم، فنقول لهذا اتق الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله في أولادك. الفراق بين الزوج والزوجة قد يكون حكما شرعيا لخلافات وصلت إلى طريق مسدود، إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لكن لابد عند الفراق يكون بإحسان، ما يكونش فيه ضغينة أو أحقاد، لأن في أبناء، فأقول لك أولادك أولادك فأنت مسؤول، فعليك أن تحسن إليهم، وعليك أن تعلم أن التربية واجب شرعي، فاحذر أن تكون سببا في تنفيرهم أو بذر بذور الحقد والقرية في نفوسهم. فأقول موصيا لك أخي الحبيب، صل أرحامك، فإن صلة الرحم سبب في سعة الأرزاق والبركة فيها، كما أنها سبب في طول العمر. بارك الله فيك. ربنا يكبر خاطرك. أمين. دكتور سعيد، وأكيد الرسالة إن شاء الله وصلت. نعم. ولكن قبل بقى أنه الوقت ما يفوتنا، وإحنا الحقيقة عايزين نستفيد من وجود حضرتك. أحسن. بارك وموضوع التماس الأعذار، وإحنا قلنا يعني القرآن اتكلم والسنة النبوية ما تركت عن التماس الأعذار شيء. نعم. ولكن عندنا أثار السحب والتابعين، بس حسنا. بعد ما ناخد اتصال من الأستاذ محمد إن شاء الله. اتصال أستاذ محمد معنا. اتصال، تفضل تفضل. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. والسلام وبركاته. وطي التلفزيون على الآخر يا أستاذ محمد، كلمنا من التليفون بس عشان نتواصل معك. تفضل يا فندم. ماشي يا سعد، انت تمام سامعني؟ اتفضل احنا سامعينك. الو. اتفضل احنا سامعينك. ماشي يا سعد، بعد اذنك معايا المدام بتسال على المساس هو بس ايه يعني ايه؟ مش شايفه حاجه. ممكن عادي كلمه تطلع عادي. أنا لم أعر رسالة، أنا ما فهمتش أي حاجة من اللي قلتها أستاذ محمد. الكنترول سمعنا يا أولاد، في حد يوصل لنا الرسالة؟ يعني أنا ما سمعتش، لو يقفل ويعود الاتصال تاني أكون شاكر ليه. من فضلك حاول اتصال مرة تانية وتوطي التلفزيون، كلمنا من التليفون يا أستاذ محمد، لأن أكيد سؤالك مهم. أرجع لفضيلتك تاني دكتور سيد. نعم. وهل الصحب الكرام مشوا بقى على الطريق وأصلوا وتواصلوا بما أوصى به النبي في موضوع التماس الأعذار؟ أحسنت. الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الخلق بالحق، لأنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وهم أرحم الخلق بالخلق. نأخذ قولا لعمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه، يقول إذا وصلك من أخيك قول فيه الشر فلا تحمله على الشر وأنت تجد له في الخير محملا. الله. كلمة جاتني من أخي. نعم. لا تظن فيها الشر، ما دمت تجد لهذه الكلمة مندوحة في الخير أو لها تأويل في الخير. وده بيعلمنا حسن الظن والتماس الأعذار.
فقد يخطئ أخي في لفظة لا يقصدها. من ذلك أضرب مثالا، الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه مرض، فجاءه الأقران يعودونه والأصحاب وطلاب العلم. أحد طلاب العلم دخل عليه يقول قوى الله ضعفك يا إمام. فضحك الشافعي وقال يا ولدي لو قوى الله ضعفي على قوتي لقتلني. الله أكبر. نعم. فقال والله ما قصدت إلا الخير. نعم. قال أعلم أنك إن سببتني ما أردت لي إلا الخير. نعم. الله. أين هذه النفوس يا دكتور طارق؟ الله أكبر على هذا الرد الرائع الجميل. نعم. نعم. انظر إلى عبد الرحمن ابن أبي طلحة. نعم. رضي الله عنه. أبو طلحة أحد المبشرين. نعم. كان ولده في النفقة لا ينافس، وفي العطاء وفي الخير، كلما جاءه المال سلط على هلكته في سبيل الله. عبد الله ابن طلحة ولا ولد؟ ولد عبد الرحمن. آه. نعم. كل ما يجيله المال ينفقه في سبيل الله. الله أكبر. طبعا الزوجة بشر. قالت بئس بنو القرابة أقاربك، إذا كنت في يسر جاءوك، وإن كنا في عسر ما تركوا بابنا. يعني يجي لك المال كلهم يقفوا على الباب عشان ياخدوا النفقة. لما العملية تبقى ما فيش محدش يسأل فينا خالص. قال بل قولي نعم بني القرابة هم. قالت كيف؟ قال إذا رأوا منا يسرا وسعى في العطاء جاءونا، وإذا التمسوا منا ضيقا رفعوا الحرج عنا. الله الله. ما هذه النفوس؟ الله أكبر على هذه النفوس. نفوس عجيبة يا دكتور طارق. تسمح لي وإحنا في النفوس الطيبة دي نبادر وناخد اتصال؟ نعم. معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ ألو. أهلا وسهلا. أيوة تفضلي. أيوة معك. أيوة. السلام عليكم. أيوة. عليك السلام ورحمة. أيوة. الله. وطي التلفزيون من فضلك وكلمينا بالتليفون. حاضر ماشي. السلام عليكم. مرحبا. أيوة. عليك السلام ورحمة الله. أيوة يا حضرتك الشيخ. تفضلي. سامعني؟ سامعينك تفضلي. طيب حاضر حاضر. هي شكرا جزيلا لحضرتك. هي تشتكي ان زوج بنتها يعني يتعامل معها بغلظه شديده جدا جدا. نعم. ومنكد عليها حياتها وعيشتها، وهي بتقول راحت لمشايخ كتير ليكون معمول لها عمل. نعم. واشتكته وبتاع والامور وصلت معاهم لمرحله ومش عارفه تعمل ايه. طيب اولا نذكر الزوجين بان المقصد من الزواج الموده والرحمه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. فالبيت لابد أن يكون على أساس من تقوى الله. الخلل بيأتي من الجهل بأحكام الأسرة، من الجهل بعدم الفقه في التعامل بين الزوجين. فمن أجل ذلك نقول عليك الأخت السائلة تذهب لبعض أهل العلم من أهل الورع والدين والعلم، يذكر هذا الزوج بالله، وكذلك يذكر ابنتها ويحاول التوفيق، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وأيضا من الأخذ بالأسباب إن كان في سحر أو عين أو ما شابه، تذهب إلى بعض المعالجين من أهل العلم والفقه والورع لعل وعسى يكون في سبب للنفور، والله أعلى وأعلم. ربنا يحفظك. نعم. ويبارك فيك. نرجع تاني للصحب الكرام. نعم. وهذا الأثر الطيب والتمسك بسنة النبي في التماس الأعصاب. نعم. ما زلنا مع الصحابة وكيف كان يعذر بعضهم بعضا. نعم. الحسن بن علي رضي الله عنه. رضي الله عنهما اختلف مع أخيه محمد ابن الحنفية، هو ابن علي لكن الأم غير الأم. الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اختلف الحسن مع أخيه محمد، وكان المسيء هو محمد وليس الحسن. فمر اليوم الأول فلم يأتي ابن الحنفية مسلما، مر اليوم الثاني لم يأتي، في اليوم الثالث ما طاق الحسن صبرا، عندهم منهج يقودهم، فإذا به يأتي إلى أخيه طارقا بابه ويبدأ بالسلام، السلام عليك يا محمد. ثم قال أخي لما لم تأتي وتبدأني بالسلام؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟
فقال مهلا يا حسن. قال النبي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال الله في حقكم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فوالله مكست في داري متعمدا حتى تأتي أنت وتبدأ بالسلام فتكون الخيرية لك. الله. أن لابن الحنفية أن يتقدم على الحسن ابن علي. الله كان متعمدا متعمد أن يجلس حتى يأتيه أخيه. أنت من آل بيت النبي عشان يديله الخيرية. نعم أنت من آل بيت النبي. الله عرفت. إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب ناخد هشام بقى معنا. ناخد هشام معنا اتصال من الأستاذ هشام. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور طارق؟ ازي حضرتك؟ يا دي النور يا دي النور فضيلة الشيخ هشام. ربنا يعزك يا دكتور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا الله يحفظك. ربنا يعزك ويحفظك ويحفظ ضيوفك دايما الاعزاء. امين. ربنا يبارك فيك. الدكتور سيد عبد العاطي جزاكم الله خير. صاحب الابتسامة الجميلة. الله يرضى عليك حبيبي جزاكم الله خيرا. ربنا يعزك يا دكتور. ازي حضرتك؟ فضل ونعمة والله الحمد لله يا هشام وحشتني حبيبي. جزاكم الله عنا خيرا والله. يعني هذا الموضوع الشيق يعني موضوع طيب وجميل والله. رفع الله قدرك حبيبي. يا دكتور والله في امانة الحاجات. نسأل الله القبول يا حبيبي ربنا يرضى عنك. ربنا يعزك جزاك الله عنا خيرا والله. النهارده ان شاء الله بهذه الحلقه نصلح يعني بيوت المسلمين والله بهذه الحلقه ان شاء الله. نسأل الله القبول حبيبي. الله يرضى عليك. تفضل منا ومنك يا دكتور. امين امين. ربنا يحفظك. الله يرضى عليك. فضيلة الشيخ هشام ابو حمزه حبيبي. ربنا يحفظك ويبارك فيك وفي أولادك. أمين. صاحب الأثر الطيب وصاحب الجهد الكبير. ربنا يبارك فيك يا شيخ هشام. نفع الله بك. شكرين على المداخلة الطيبة دي. ربنا يحفظك. نفع الله بك. من الرجال ما شاء الله. نعم نفع الله بك. بارك الله فيك. فمكث في بيته ابن الحنفية حتى يعطي أخي الخيرية. ابن ستنا فاطمة الخيرية. نعم. يعني الألفة والحب اللي بينهم يعني. نفوس طيبة. الله أكبر. نفوس طيبة. نعم. نعم. فيجب أن نلتمس لبعض. نعم. الأعذار. طيب والوقت بتاعنا مش مساعدنا وانا الحقيقه الموضوع فيه حاجات كتير وعايز اعمل اسقاط. نعم. بعد ما اتكلمنا في المفهوم والقران قال ايه والسنه وحتى الصحب الكرام. نعم. عايزين نعمل اسقاط على هذا الواقع المرير. احسن اسمح لي وانا بقول المرير. حاضر. واقع. حاضر. وقد شغلتنا بعض الامور. نعم. بان نبحث عن الاعذار بل بالعكس نحن نتعمد الا نلتمس الاعذار لبعض الاهل. احسن. فماذا تقول لكل الساده المشاهدين في مصر في الوطن العربي حتى في أوروبا اللي بيسمعها حضرتك ده. أحسنت حبيب. طيب الواقع مليء بالمشاهد. نعم. التي تحتاج إلى تسليط الضوء. نعم. ولديك المقام هاخد موقف واحد فقط. هاخد موقفا واحدا كلنا نعيشه وهو الأثر السلبي لوسائل الاتصال الحديثة. نعم. وكم أحدثت من فرقة وسوء ظن وطعن في البراء. كنت قبل الحلقة أذكر حبيب الدكتور طارق بموقف لابن أحمد وكان صغيرا. كنت نجيب له البلاي ستيشن قديما قبل النت والوسائل الاتصال. فكان ممكن أجلس مع ابني ساعتين بصلح له البلاي ستيشن. أملك الوقت. نعم. وأنا سعيد ومبسوط. دلوقتي وسائل الاتصال الحديث علمتني عدم الصبر. ما بتحملش نص دقيقة تحميل رسالة أو تحميل فيديو معين. ليه؟ ده نفس الموقف اللي اختنا ام محمد هتمر بيه دلوقتي لو ما قلنالهاش الو. نعم. طب نلتمس لها الاعذار. اه لازم. ونرد عليها الاول. لازم. ونطبق. مرحبا اختنا ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك انا ممكن اسال الشيخ على حاجه؟ اتفضلي. طيب انا عايز اسال حضرتك يا شيخ. اتفضلي. انا اخويا ظروفه متيسره ورافض اللي هو يساعد والدته وقفل التليفون في وشها. هل ده ابتلاء؟ حاضر حاضر. وفي سؤال تاني عايز اسأله لحضرتك. اتفضلي. برضك انا اتجوزت واحد انسان مش كويس خلاني ارفع خلع عشان اتطلق. اتنزلت عن كل حاجتي ومصمم ان هو برضك ما يدينيش حاجه وقال لاخواته انا مش هديها حقها. هل ده برضك ابتلاء يا شيخ؟ طيب حاضر. أحسنت. حاضر يا اختنا محمد. حاضر. وانا عييت يا شيخ وانا اتحجزت في مستشفى. شفاك الله وعافاك. بقالي سنه بتعالج بقالي داخله في السنه ونص. شفاك الله وعافاك. هنجاوبك. حاضر حاضر. هي سؤالها الشقين شق ان اخوها اغلق الهاتف وجه امها ولا نعم. يريد ان يعني يمد يد المساعده الى امه. نعم. وكان ايه العنديه دي لا يعلم عنها شيء. والشق الثاني ان هي عانت من زواج او من زوج
يعني مضيع للحقوق. نعم. ولا يريد أن ينفق عليها. طيب. ويضيع عليها حقها. نفتي في المسألة الأولى، نقول لهذا الابن: اعلم رحمك الله أن السلف الصالح اعتبروا من ينفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه دخل في العقوق. قالوا الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أبيك هذا عقوق، اللي ينفض هدومه بس جاي من العمل في وجود الأب فنفض بس الثياب كده، أو في وجود الأم كده كأنه عق عق الوالدين، مجرد بس الغبرة لا تخرج، ما بالك بمنع النفقة وهي واجبة. نعم. فالأب إن أعصر والأم إن أعصرت أصبحت النفقة واجبة على الأبناء، واجبة واجبة يأثم إن تركها. نعم. فنقول لهذا الإبن: اتق الله في نفسك، اتق الله في والديك، وأنفق على أمك، واحذر العقوق، لأن من ضمن العقوبات المعجلة لبعض الأثام والذنوب البغي وعقوق الوالدين، تعجل في الدنيا قبل الآخرة. فإن أردت يا ولدي نجاة في الدنيا والآخرة فعليك ببر الوالدين. الله أكبر. الثانية، نقول لهذه الأخت: لا شك أنه ابتلاء، والابتلاء خير كله، فعليك أن تصبري على هذا الابتلاء، والله عز وجل لن يضيع حقك. فإن كان لك حق عند هذا المسكين فإن لم تحصليه في الدنيا سيدخر لك عند ربك، وهو الأكمل والأفضل وهو الخاسر، فالظلم ظلمات يوم القيامة. طب نقول له إيه؟ نقول له يعني نقول هذا الزوج يعني نصيب تقوى الله ورد الحقوق لأصحابها، لأن منزلة العبد يوم القيامة لن تتحدد إلا بالعلاقة مع الخلق. حديث المفلس المشهور: المفلس من أمتي من يأتي بالصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، فهل تريد أن تكون من المفلسين؟ اعتبر يا عبد الله. الله الله أكبر. نعم. أرجع لحضرتك تاني وتقول: كنا نملك الوقت أن نجلس مع أولادنا نصلح لهم وندعبهم. نعم. وأما الآن في وجود هذه الوسائل، وسائل الاتصال بقى، الفيسبوك والواتساب والموبايل والكمبيوتر، أفقدتنا الصبر. نعم. هذه واحدة. ثانيا، علمتنا التهمة وسوء الظن. إزاي؟ مثلا أنا بشوف الدكتور طارق درويش حبيبي ده متصل الآن على الواتساب، على الماسنجر، على الفيسبوك، ببعت رسالة ما بيردش علي. نعم. أبعت صوتية ممكن يسمعها وما يردش علي، على طول أنا بأخذ موقف واتهم وسيء الظن. هذا من أكبر الفحش. نعم. لماذا؟ نعم. لأن معنى متصل الآن دكتور طارق مش معنى أن أنا قاعد الآن على الهاتف، ربما أكون نمت ونسيت أخرج من التطبيق والتطبيق مفتوح على طول. هذه واحدة. نعم. متصل الآن أنا الشيخ سيد بستعمل الواتساب في كتابة الكتب والرسائل، عندي اتنين رقمين فعامل واتساب على الآيباد بكتب عليه الرسائل والكتب، فأنا مشغول بالكتابة ممكن أقعد ست ساعات متصلة بكتب رسالة. نعم. وأنا متصل الدكتور طارق بعت رسالة بتجيني من فوق كده، لكن ما أقدرش أخرج من التطبيق لأني بكتب. فمش هقدر أرد عليك الآن. فلابد أن تلتمس لي عذرا. نعم. هذه واحدة. ثالثا، ربما يكون هاتف الدكتور طارق في ايد ولده الصغير بيلعب بيه. نعم. ربما الدكتور طارق الان الوقت مش ملكه عشان يرد، سمع الرساله وقراها لكن ما يقدرش يرد الان. نعم. لكن ضربت لك مثالا، هاي الدكتور طارق بعت لي رساله واقراها واسمعها، اجي ارد يجيني اتصال، والله اقعد ساعه كامله في الاتصال، مشكله بين زوجين او عقبه او كذا او كذا او كذا، بعد ما بفتيهم واشوف احاول اعالج بكون خلاص يعني القوه خلاص خارت، ببدأ أنسى اتصال الدكتور طارق وممكن أتذكر تاني يوم. نعم. فإذا نقول مش معنى متصل الآن إن وقت ملكك أنت الآن. ربما عندي ظروف، ربما عندي كذا. ويمكن أختم هذا بموقف لعبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما أنزل الله تعالى قوله: فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، في أداب الزيارة. ماذا قال ابن مسعود؟ قال: وددت أن أذهب إلى أخ من إخواني أطرق بابه فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية. الله. تعال الله. بقى كده أجي لك أنا دكتور طارق. آه. عند بيتك وأقول لك دكتور تقول لي مش فاضلك الآن. تعال بكرة. حالي هيكون إيه؟ هتبقى زعلة كبيرة. عشان ما تربناش على المنهج. إنما المنهج يقول إذا قيل لكم ارجعوا ارجع وأنا فرحان. وأنا فرحان. بطبق آية. بطبق آية صحيح. وفيها زكاة للنفس. نعم.
انما انا فهمت من فضيلتك دلوقتي انه وانا متاح على مكتوب ان انا متاح على متصل الان متصل نعم انه وكانه حد بيخبط على بابي افتح او ما افتحش احسن يعني انا ممكن اكون عندي اموري مش هقدر افتح دلوقتي مش عايز افتح مش قادر ارد عليك الله يرضى عنك ليه تظن بيا انه انا يعني ان ده يعني ان انا اهملتك ابدا ما ولكن ظروفي الان وكلنا نعلم وان يعني علماء انا الافاضل وقتهم مش ملكهم ومعظمنا بيبقى منشغل في ظل الضغوط اللي احنا فيها دلوقتي ده اللي بيغيب عن بعض شبابنا وابنائنا انه ما بيعرفش انت التزاماتك ايه نعم انت شخصيه عامه مش زي كل الناس طب نعمل ايه في العشم يا شيخ العشم جميل جدا جدا بس ينضبط بالمنهج طب العشم هينضبط بالمنهج بس لما ناخد الاستاذه فاطمه اتفضل معانا بنتنا فاطمه اتفضلي الو مرحبا يا فندم اتفضلي اهلا وسهلا سمعت عايزه ممكن اكلمك في اتفضلي بص حضرتك انا بصلي الحمد لله وما بكتبش برضه ماشي بس انا طول ما قاعده استغفر وسبح وكده الاقي عيني نازله دموع ما يعني ده مش عارفه ده كويس ولا وحش ولا ايه بس حضرتك شايف يعني حاضر انت عينيكي بتدمع مع كثره الاستغفار وانت ما بتتركيش اي فرض حاضر نخلي فضيله الشيخ يكلمك هي كل ما بتزود في الاستغفار تنزل دموع عينيها عينيها تدمع بكثره يعني فبتقول ده عرض طيب ولا ده يعني حسد ولا ده ايه يعني طيب لعله ان يكون من الاعراض الطيبه والخشيه التي كدنا ان نفتقدها في زماننا بعض الناس ربنا عز وجل بيمن عليهم برقه القلب فعندما يتذكر ايه او حديثا او ذكرا معينا يكثر من الدموع فاحمد الله على بكاء الخشيه وأيضا خذ بالأسباب وانظري إلى راقي يرقيك لعل يكون في عين أو سحر أو ما شابه لأن بعض المعالجين يقولون بهذا يعني مثلا إذا مرت عليك آيات السحر وبكيت يبقى في عرض معين أو في كذا فهذا من باب الأخذ بالأسباب لكن احمد الله على هذه العين التي تبكي من خشية الله الله أكبر فهي منة عظيمة النبي كان يستعيذ من العين التي لا تدمع واضح ودي قضية خطيرة جدا ما سميت العين عينا إلا لأنها نضاحة بالماء فإذا كانت العين لا تنضح الدمع من خشية الله فليست لك عين ابحث لك عن عين الله أكبر نعم نرجع تاني في موضوع العشم نعم ويعني ما وصلنا إليه هذه الأيام نعم من أنه أصبحنا سريع الحكم على, على البعض يعني. نعم العشم يحمد إذا قيد بمنهج الله عز وجل نعم اللي هو منهج التبين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أود أن أقف مع التبين وقفة فارق بين التثبت والتبين التثبت جاني خبر صادق التبين أن أقف على حقيقة الخبر الصادق لماذا فعل؟ رأيت الدكتور طارق في نهار رمضان بيشرب كوباية مية لو أنا نقلت الخبر صادق ولا لا؟ الدكتور صادق. طارق مفطر في نهار رمضان صادق ولا لا؟ صادق طيب هل انا سالت الدكتور طارق هو بيشرب يا دكتور احنا صايمين؟ يمكن لو سالته عشان يتبين لماذا يشرب يقول لي معذره انا مريض باخد العلاج وعندي رخصه الله او يقول لي له الحق نعم ان انا مسافر وخدت بالرخصه نعم اقول ان انا نسيت جزاك الله خيرا ان ذكرتني الله أكبر. وقد قال النبي من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه فكنت رحمت نفسي من الوقيعه صحيح ومن التهمة فالعشم لابد أن يقيد بالمنهج يعني كان في موقف جميل جدا بنعلم فيه طلبة العلم البعض يقول لك بعض الأئمة الكبار لم يتزوجوا انشغالا بالعلم فبعضهم قد يتخذهم أسوة نقول لهم مهلا الأسوة فعل النبي قالوا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني طب يا عم الشيخ بعض الأئمة الذين لم يتزوجوا هم أئمة كبار نقول لك مهلا شوف بقى العلماء ماذا يقولون يقولون العالم لا يمكن أن يخالف السنة طب ليه لم يتزوج نقول لك انتبه لأن ربما يكون عنده علة تمنع مقاصد الزواج مرض معين علة معين يحرم معها الزواج وليس من المروءة أن يخبر بهذه العلة فيسكت شوف حسن الظن والتماس العذر الله نقول لعل له عذر كما قال ابن سيرين التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فسبعين عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا أنا لا أعرفه الله على الطريق أنا لا أعرفه على الطريق نعم يجب أن ألتمس لأخي لازم
نعم. أنا عايز برضو أستفيد في موضوع اللي هو مرض العصر. نعم. موضوع التواصل وإنه كشف وقرب ووضح وفتح. نعم. بيوت وفتح الأعين على يعني مخابئ وعلى خبايا كثيرة يعني. أحسنت. فأرجو برضو إلقاء الضوء على وكيف لنا أن نلتمس أعذار بعض وأن نتقي هذه الشرور يعني القادمة من. أحسنت يا دكتور طارق. أنا عايز برضو أنبه على مسألة مهمة، إن أنت أيضا لا تلقي بنفسك في مواضع التهم حتى لا يساء بك الظن. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم، عندما كان مجاورا في المسجد أي معتكفا في رمضان، جاءته أمنا صفية رضي الله عنها لحاجة، أم المؤمنين، فقضى لها حاجتها وقام ليقلبها إلى البيت يوصلها. في الطريق مر رجلان من الأنصار، طبعا النبي الآن في ظلام الليل مع امرأة وهي منتقبة لا يظهر منها شيء، كذلك كانت أمهات المؤمنين، فماذا فعل؟ أسرعا فقال على رسلكما، إنها صفية زوج النبي. أنا يعني أحسن ختام. نعم. إن إحنا نختم بصفية زوج النبي. نعم. وما كنت أتمنى أبدا إن الوقت يخلص مع فضيلتك، وكنا محتاجين وناخد اتصالات ونفتي وننور. نعم. الدنيا كلها بابتسامتك الطيبة، وأنت منورنا ولسه جاي من ألمانيا، مفتينا مفتينا الرائع فضيلة الدكتور سيد. الله يرضى. أنا بشكر حضرتك على يعني وجودك معنا وعلى الحلقة اللي مرت بسرعة، وما تحرمناش بوجودك أثناء وجودك في القاهرة من لقاءات ولقاءات تاني. نعم. فضيلة الدكتور السيد عبد العاطي، عضو لجنة الفتوى بهيئة علماء ألمانيا وإمام وخطيب مسجد السنة بمدينة زولسباخ بألمانيا، كنت ضيف غالي علينا. الله يرضى عليك. بشكرك. والسادة المشاهدين بنشكركم لطيب المتابعة، ووعد بلقاءات متكررة ومتعددة مع برنامجكم الغالي، برنامج هذا ديننا، حتى نلقاكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماوات.